ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا شفت الفيديوهات اللي فاتت، كنا شيء لابسه نظاره كده عادي، مش عايزه احطها عشان ما يبقاش فيه، انتوا اكيد فاهمين اللي بتلبس نظاره بتبقى عامله كده كاني خيمه يعني، بس انا مش عايزه كده فلبستها كده، ما تركزوش معايا. المهم انا بدي جاي اتكلم عن حاجه هي الناس كلها بتحبها ما عدا انا، يعني سبحان الله انا الوحيده اللي ما بحبش الحلويات الشرقية، بحس ان انا ما بنتميش لمصرنا الحبيبة، مش عارفة ليه، بس ما علينا يعني. ودوت مش هيخليني ان انا انزل لكم وصفات وان انا اقول لكم قصة الوصفة ديت ايه. يعني مثلا هنتكلم النهاردة عن القطايف. اولا خلينا نكون مقتنعين بحاجة، ان ما فيش حاجة ليها تاريخ واحد، الحاجة بيكون ليها اكتر من تاريخ. يعني في ناس بتقول ان القطايف ديت شامية، وناس تانية بتقول ان القطايف ديت من العصر العباسي، ناس تانية بتقول من العصر الاموي، وناس تانية بتقول بقى هو ولا العباسي ولا الاموي، هو من العصر المملوكي، وان القطايف ديت كانت يعني من الحلويات الملكية اللي موجودة في رمضان، وبعد كده نزلت لعامة الشعب، دلوقتي هي لعامة الشعب. في قصص كتير، ده اللي بقى اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. اول قصة عندنا، عايزاكم ترجعوا معايا للزمن لورا كمان عند العصر الأموي. نقف عند العصر الأموي، هنشوف إن الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي أول حد ياكل القطايف، أكلها في رمضان سنة ألف، مفيش ألف، سنة 98 هجريا. أنا أكتر حد التاريخ بالنسبة لي يبقى 1900 وكذا، ما بعترفش بالثلاث أرقام والرقمين، مش عارفة ليه. الرواية التانية بقى أنا قريتها عصر المماليك، وقريت زيها بالظبط في عصر الفاطميين، انا مش عارفه ايه الصح، هما هل بتنسب لديت ولا لدي. المهم الروايه حلوه قوي، بتقول ان كان ايام زمان الملك بيعمل زي مسابقه او الناس اللي بتصنع حلويات، واكتر حد بيعمل حلويات الملك او السلطان يتعجبه بيشتغل في القصر. المهم كان في واحد صاحبنا افتكس طريقه ان هو جاب عجينه وحط فيها شويه مكسرات وقدمها للسلطان، من كتر ما السلطان عجبته بقى الناس يقطفوها من بعض، يعني ياخدوها من بعض، عشان كده اتسمت قطايف. روح نشوف القطايف بتتعمل ازاي وبعدين نرجع. اليوم وصفتي من أشهر الحلويات العربية اللي هي القطايف، سويتها بحشوتين، حشوة القشطة البلدي الطازجة وسويتها معكم بالخطوات، والحشوة الثانية اللي هي حشوة الجوز. الوصفة هذه يا بنات لذيذة ومعتمدة، بذكر لكم كل التفاصيل وكل الأسرار النجاح وصفة القطايف. المقادير: كوبين دقيق أبيض متعدل الاستعمالات، وكوبين ما فاتر، كوب حليب سائل، نصف كوب سميد ناعم، ملعقتين كبار حليب بودرة، ملعقتين كبار سكر ناعم، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونص ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. الحين بحط كل اللي تشوفونه قدامكم بخلاط الكاس ما عدا الماء، كوبين أخذت منه ربع كوب حطيته على جنب، وبكربونات الصوديوم هذول اللي حطيتهم على جنب، راح ادخلهم الخلاط الحين وبعلمكم بالاخير وش السبب. حطيت كل المواد بالخلاط دفعه واحده، وممكن تخلطونه يدوي لين حصلت على الخليط الناعم اللي تشوفونه قدامكم. الحين اغطي الخليط واتركه تقريبا 10 دقائق لين ترتاح العجينه. بعد 10 دقائق تشوفون الفقاعات اللي طلعت. الحين جاء وقت خلط الماء وبيكربونات الصوديوم. ليش خلطوا بالأخير؟ الطريقة هذه يا بنات تعطي هشاشة للعجينة وتصير كأنها اسفنجة. أبدا قبل الخبز تسوون الحركة هذه. الحين خلطتوا لين ذابت البيكربونات، وبعدين أضفتوا على الخليط. البيكربونات يا بنات ضرورية جدا، هي اللي تعطي فقاقيع صغيرة وتعطي هشاشة. أنا أعتمدها مرة بالمصابيب مع القطايف. طيب الحين جهزت آلة القطايف، وممكن تستخدمون صاجة أو صينية تيفال، وجهزت اللي هو موزع ستيل، وممكن تستخدمون أكواب معيارية، مغرفة، بريق مثلا فتحته واسعة، وجهزت الفوطة النظيفة والسباتولا هذه والمبسط علشان أشيل القطايف. ونبدأ بسم الله. الحين وزعت الخليط على كل الدوائر، وميزة الآلة يا بنات اللي تكون بالشكل هذا تعطيكم نفس الحجم لكل القطايف. الآن مثل ما تلاحظون طلعت الفقاعات، وهذا يدل على أنه عجينتكم ناجحة. أول ما يختفي البياض على طول تشيلون العجينة، ما نبغى ينشف الطبق اللي فوق بعدين ما تلصق معكم.
لاحظوا الحين طبقة البياض هذه كلها راحت، أشيلها بكل سهولة. الآلة أبدا ما دهنتها بالزيت. أكرر العملية على على كل كمية بنفس الطريقة، ولاحظوا الفقاعات شلون تطلع. العجينة هذه يا بنات مضبوطة 100%، اعتمدوها لوصفة القطايف. سووا كمية الآن وفرزن بالفريزر، ترتاحون طول الشهر الكريم. كده احنا خلصنا الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا واعملوها بقى بالطريقة دي وقولوا لي هل هي حلوة ولا لأ. طبعا الناس اللي بتحب قطايف، مش انا. المهم في بقى رواية حلوة قوي ولذيذة، بيقول ان هي كان اسمها قطيفة ما كان اسمها قطايف. ليه بقى كانوا بيسموها قطيفة؟ لان الملمس بتاع العجينة من فوق كان عامل زي القطيف، يعني حاجة قطيفة كده هوت، عشان كده اسمت قطيفة. بعد كده هوت الاسم بقى قطايف. اتمنى تكونوا استفدتوا منه، من الوصفة ومن المعلومات اللي انا قلتها، وانا هحاول اعمل القطايف بطريقة حلوة عشان يعني طريقة انا احبها عشان اكلها، لان القصة بتاعتها يعني حسستني بقيمتها. انا من الناس اللي لما اشوف قصة حاجة قيمتها عندي بتزيد قوي قوي قوي. فمش عارفة انا على اخر رمضان لسه في حاجات تانية هتكلم عنها، حلويات تانية هتكلم عنها. انا حاسة ان انا اخر رمضان دوت هتخن قوي 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 قوي. ربنا يستر. المهم اتمنى اكون استفدتوا. رمضان سعيد عليكم، مع السلامة.